إن الحمد لله، الحمد لله حمداً لا منتهى له، وكيف ينتهي الحمد والعبد عاجز عن إحصاء نعم المولى سبحانه وتعالى، فضلاً عن أن يحصي آلاءه وفضلاً عن أن يحمده عليها. لك الحمد ربي بكل اللغات على كل الحالات، لك الحمد يا رب الحمد الذي لا ينتهي ولا ينفد ولا يبيد. لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام في معرض التحذير لا في معرض التبشير يقول لأمته: قد دب إليكم داء الأمم من قبل. داء الأمم هو الداهية الدهياء التي فتكت فيهم. فما هو داء الأمم الذي دب في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه الغل والحقد والحسد والبغضاء. ولو لم يكن من داء الأمم إلا أنه صفة إبليسية لكفى، فإن أول من حقد وحسد وأضمر الضغينة إبليس عليه لعائن الله. حسد آدم على ما من الله عز وجل به عليه، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى آخر وعيده. الغل والحقد والحسد أسوأ المناقب، أخرجت إبليس من الجنة إلى الأرض وأهبطته. والغل والحقد والحسد هو دافع أول جريمة قتل على وجه الأرض. حين جاء ابن آدم يتوعد أخاه بالقتل، مع أن أخاه كان يرفع شعار سلمية سلمية، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومع ذلك أكب عليه حتى قتله. إن الغل والحقد والحسد وأمراض القلوب لا يمكن أن تجتمع في قلب يحتوي عليه الإيمان، لأن بينهما تضاد وتنافر. فالقلب المفعم بالإيمان طارد للغل، طارد للحسد، لا يرضى أن يشاركه في ذات المكان وفي نفس الظرف. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج النسائي: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. الحاقد والحاسد والكائد ألعوبة في يد الشيطان، وأحبولة يحركه كيف يشاء. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم من خلال الحاقد والحاسد والكائد. مرض عضال، وداهية دهياء، وداء أعيا من كان قبلنا. الحقد داء دفين ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل. إنه شاغل النفس وشاغل الفكر ومعكر صفو الحياة. قال رجل لعمرو بن العاص: والله لأتفرغن لك، أي كيدا وحسدا وبغضا. فقال له عمرو رضي الله عنه: إذن تقع في الشغل، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار
تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إنه الحسد والبغض الذي يحمل على التلون والنفاق، تلقاه فيعجبك منظره، يقول فتسكر لسحر كلامه كالمنافق تماما، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكنه يخفي بعد ذلك قلبا حقودا يلبس جلد الضأن على قلوب الذئاب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يأتيك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. الحسد مطية الكسالى، ومركب الحالمين الذين عز على نفوسهم أن يختص الله بالنعم أفرادا دونهم، كأنهم شاركوا الله في القسمة ونازعوه في الحكمة، فهؤلاء أشقى الناس. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. حسد النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم، وإذا ما الله أسدى نعمة لم يضرها قول أعداء النعم. نعم هو الداء العضال، لا ينفع معه كيماوي السرطان، ولا ينفع معه عقار، إنه الداء العضال. قال أحدهم: وداريت كل الناس، لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ الحاسد لا يقنعه شيء ولا يرضيه شيء، لا يرضيه أن تكون في اليمين ولا في اليسار، ولا يرضى منك حتى الحياد. أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، لا أن لي ذنبا لديه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن. يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، ما إن يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. الحسد أبو الخبائث وبوابة الموبقات، الحسد يحمل صاحبه على تتبع العورات، يحمل صاحبه لأن يكون ذباباً يقع على الجروح والهنات، الحسد يحمل صاحبه على النفاق، على الظن السيء، على الوشاية، على النميمة، على الوقيعة، على الإيقاع بالمؤمنين، يحمل صاحبه على اجتزاء الكلم وأخذ بعض المفردات دون بعض، على نحو قول الأول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. إنه يحمله على تتبع العورات والإيقاع بالمسلمين، وهذا ليس مقابله المحسود، وإنما مقابله الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وما أعظم المطية اليوم التي يقع فيها متتبع العورات ومتصيدو الفتن ليوقع بإخوانهم، ألا إن المقابل هو الله. من عدل الله تعالى أن سحر الحاقد والحاسد ينقلب على صاحبه، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. نعم ينقلب على صاحبه فيكون صبة عليه ويكون نكالا ووبالا عليه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب عرف العود. لا نجاة يوم القيامة إلا بسلامة الصدور، لا نجاة يوم القيامة إلا بغسل القلوب من الغل والحقد والحسد، وسلامة الصدر للمؤمنين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قد سلم من الغل والحقد والحسد. لا نجاة يوم القيامة إلا بسلامة الصدر، والحقد والتباغض عياذا بالله، كما أخرج إبليس من الجنة فإنه موجب النار لمن تمثل به. عن النبي عليه الصلاة والسلام في
فيما أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار عياذا بالله. لما كان الغل والحقد والحسد من أسباب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة نزه عنه أهل دار البقاء. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك دعاء الصالحين مناجاة العابدين أنهم يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة صدري. لذلك كان أفضل الناس في الدنيا أهل سلامة الصدور، أفضل الناس في الدنيا أهل سلامة الصدور، الذين لا يحملون غلا ولا حقدا ولا حسدا. قال صلى الله عليه وسلم يوما: أي الناس أفضل؟ ثم أجاب: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. مخموم القلب هو القلب الذي كنسه صاحبه عن كل غل وحقد وحسد. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته ليدفع الشر عني بالتحيات. وفي الذكر الحكيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أتدرون ما باطن الإثم؟ إنه سوء الطوية وفساد الصدور ومرض القلوب عياذا بالله. جاء التوجيه النبوي: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. بل جاءت الشرائع النبوية كلها، جاءت الشرائع النبوية كلها تحافظ على سلامة الصدر. لا يخطب رجل على خطبة أخيه، ولا يبع رجل على بيع أخيه، لا يشتري رجل على شراء أخيه، لا يتناجى اثنان دون ثالث. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف. كل الشرائع جاءت للحفاظ على هذه الوحدة وعلى صفاء القلب. أيها العبد، أيتها الأمة، صفي صدرك يغفر ذنبك. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسد منافذ الشيطان، لا يسمح لأحد أن يتغلغل إلى صدره وأن يوغر قلبه على أحد. كان إذا خرج إلى أصحابه يقول: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر، كما عند أحمد في المسند. التصفية، تصفية الصدور أكبر الحسنات، ومفتاح تفتح به أبواب الجنة الثمانية. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضوان الله عليهم أنه يطلع عليهم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم رجل هو من أغمار الناس، ليس من أفذاذهم، لم يكن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة، رجل من أغمار الناس تنطف لحيته من الوضوء. ثم أخبرهم في مجلس آخر أنه يطلع عليهم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا بالرجل نفسه. استنهض هذا بعض الأصحاب أن يتحايل وينام عند هذا الرجل لينظر إلى صلاته، إلى عبادته، إلى إنفاقه، إلى جهاده، إلى قراءته، إلى بذله، إلى عطائه، فلم يجد شيئا من ذلك، فأفشى له السر وقال: إنما بت عندك حيلة، أخبرني بالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بك ويخبر أنك من أهل الجنة. قال: ليس عندي مزيد عمل، ليس عندي كثير صلاة، اللهم إلا أني لا أبيت وفي صدري شيء على مسلم. التصفية أكبر الأعمال وأجل القرب. يقول صلى الله عليه وسلم:
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. إن الذين يغيرون الصدور ويسيرون بين الناس بالنميمة ويستخدمون وسائل حديثة تصبح لهم بها سيئات جارية، كما لعباد الله الصالحين حسنات جارية. هؤلاء قد أتوا بالحالقة التي تحلق الدين وتحلق كل شيء. لا حصانة لأحد، لا حصانة لأحد أن يوغر صدور المؤمنين، مهما كان هذا الأحد، مهما كانت سابقته في الإسلام. لا حصانة لأحد، ولو كان صاحب رسول الله ورفيقه في الغار أبو بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، يعني أصحابه من أهل الصفة، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر وقال: يا إخوتاه، يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. والحديث في صحيح مسلم. معيار الأفضلية عند الأصحاب كان بسلامة الصدر، لا بكثرة العبادات ولا بتنوع الطاعات، وإنما بسلامة الصدور. يقول إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. أنا مدعو لأن أفتش هذا في نفسي، وأنت أيضا مدعو لأن تفتش هذا في نفسك. هل ينطبق عليك هذا المعيار، سلامة الصدر وقلة الغيبة؟ إن من المدخرات التي يرجوها العبد في القيامة والشدائد سلامة الصدر. من منا لا يعرف أبا دجانة صاحب العصابة الحمراء الذي أعطاه في أحد النبي عليه الصلاة والسلام سيفه، وهو الذي يقول: أنا الذي عاهدني خليلي هناك بالصفع لدى النخيل ألا أقيم الدهر في الكبول، أن أضرب بسيف الله والرسول. من منا لا يعرفه؟ أبو دجان حين احتضر وحضرته الوفاة لم يتذكر موقفه في أحد، ولا أنه صاحب العصابة، ولا أنه أخذ سيف رسول الله، وإنما تذكر شيئاً آخر. قال: إنما أدخره اليوم أني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليماً، وكان قلبي للمسلمين سليماً. سنة الصالحين، طريقة الأولياء. ليس الصلاح في المظاهر، إنما الصلاح في المخابر. فكم ممن يبدي صلاحاً ويتظاهر بالصلاح هو أدوى الأدوى. هذا أحمد بن حنبل، ضرب وسجن وأوذي ووشى فيه بعض من يلبس جبة الصلاح من أهل العلم والمنتسبين له، فلم يجد في قلبه غلاً على أحد، وصفح عن كل أحد، وقال مرة لواحد منهم: أنت في حل، كل من ذكرني في حل. وصفح عن المعتصم الذي ضربه وجلده، وهو إمام أهل السنة وصاحب المسند وحافظ حديث رسول الله، وعاق قلبه ألف ألف حديث عن رسول الله، مع ذلك ضربه المعتصم في فتنة خلق القرآن. لكن أحمد بن حنبل حين فتح المعتصم عمورية لم يجد في صدره شيئا، وعفى عنه وقال: أخبر أبا إسحاق أنه في حل، رأيت الله تعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أحمد رحمه الله: وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك. اللهم سل السخيمة من صدورنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا
إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين والكائدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وإخوانه. أما بعد، the prophet صلى الله عليه وسلم in a stern warning to this ummah, he says to his ummah, قَدْ دَبَّ فِيكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِ. He says, the diseases of the nations that came before you has crept upon you, has invaded you. And this disease, or these diseases that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam spoke about, have devastated this ummah. So what is this disease? What are these diseases that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he warned his ummah against? إِنَّهُ الْغِلْ. It is spitefulness. وَالْحِقْد and hatred. وَالْحَسَد and jealousy. And by Allah, had it not been that these diseases are the characteristics of Iblis alayhi la'ainullah, that would have sufficed it enough evil as it is. For the first person who showed hatred and spitefulness and showed jealousy was Iblis. For he showed his true feelings towards Adam alayhi salam. For Allah subhanahu wa ta'ala had given Adam an honor above him. So he said to Allah, قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Should I prostrate to one you created from clay? قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. He says, do you see this one whom you have honored above me? If you delay me till the day of resurrection, I will surely destroy his descendants except a few. Now come and see how he is destroying us as Muslims. Look at the hatred that we have for each other, and the ill feelings, and the hasad that has become widespread, that nobody is safe from. No one whomsoever is safe from this disease. Verily, hatred and spitefulness and jealousy is one of the worst traits of a human being. And just like it caused Iblis to be expelled from Jannah and to be sent back to this earth, it lowers the dignity of a human person. And this disease of jealousy, of hasad, was the motivation for the first murder that was committed on the face of this earth. When one of the sons of Adam alayhi salam, he came threatening his brother and he said to him that I will kill you. Imagine a brother threatening his own brother, blood and flesh, that I will kill you. However, the brother was peaceful. And his slogan was, سلمية سلمية. لَإِن بَسَطَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. If you raise your hand against me in order to kill me, I will not raise my hand against you to kill you. Verily I fear Allah, the Lord of the heavens. So what did his brother do? He overwhelmed him and he killed him. Verily, the diseases of hatred and spitefulness and jealousy and all the diseases of their hearts, they can never be found in the heart of a believer. Why? Because iman, in its very nature, it cannot coexist with hatred and jealousy and spitefulness. It automatically expels these diseases. And this has been affirmed by the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لا يجتمعان ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. He says they can never be combined. They can never come together in the heart of a person. Hasad and Iman. So we need to examine ourselves. When we have this evil characteristic of Hasad, do we have any Iman left in our hearts? The spiteful person, the one who hates on others, the one that has filled their hearts with jealousy, ul'ubatun fi yadi shaytan, is a puppet in the hand of shaytan. Shaytan plays with them just like a child would play with a toy. He moves them in any direction that he wants. Inna shaytan qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum. Verily shaytan has lost hope that those who pray on the Arabian Peninsula will ever worship him. So instead, he incites discord between them. Yes, shaitan might not be able to mislead everyone. Maybe this person, he prays with Saff al-Awwal. Maybe he recites a big portion of the Quran. Maybe he gives in sadaqah. Maybe he does so many good deeds. And so shaitan cannot easily mislead him and lead him astray. But he knows how to destroy him. So he goes into his heart and incites hatred and jealousy towards his Muslim brother. And the result, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it says that the two things that makes people go to hellfire more than anything else is the tongue and the private parts. Maybe these believers, they guard their private parts. They do not commit zina. They do not commit anything that lowers their status as far as the private parts are concerned. But shaitan, he knows that the tongue is as lethal as the private parts, even worse perhaps. And so he fills their hearts and he pumps their hearts with hatred. And they start backbiting their brothers, and they start slandering them, and they start speaking ill about them. And within no time, everything they did, haba'an manthura wal'iyadu billah, everything is scattered. It goes, قراءته للقرآن, his sadaqah, his praying في الصف الأول, all the good deeds that he accumulated, it goes to the people that he slandered, that he was backbiting, that he was backstabbing every day and every night. والعياذ بالله. These diseases, my brothers, they occupy the human mind. And as they say, what occupies your mind controls your life. It makes a person like a munafiq. Yes, like a munafiq. For he comes to the person that he hates and he smiles and he speaks beautiful words, but behind him he stabs him. He speaks ill about him. He says the worst
possible things that you can imagine. Yet when he comes across him, he smiles and he shows friendliness and he shows that he is a double-faced person. Just like Allah says, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. And when you see them, their forms please you. And when they speak, you listen to their speech. Why? Because it has become unbearable to them that Allah has given bounties and favors to others besides him. Why would Allah give them? Why does he drive a good car? Why does he have so much wealth? Why does he live a good life and a comfortable life? Why has Allah given him so much? كأنهم شاركوا الله في القسمة. Like as if they are partners with Allah when it comes to distributing the favors of Allah. Like as if they are questioning the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء أشقى الناس. These are the most miserable people on the face of this earth. Yes, al-hasad is an incurable disease. It cannot be cured by chemotherapy. It cannot be cured by radiotherapy. It has no vaccination. Just like the poet said, وَدَارَيْتُ كُلَّ النَّاسِ لَكِنَّ حَاسِدِي مُدَارَاتُهُ عَزَّتْ وَعَزَّ مَنَالُهَا. He says, I have been able to compromise with every human being except the hasid. I could not compromise with the hasid. وَكَيْفَ يُدَارِ الْمَرْءُ حَاسِدَ نِعْمَةٍ إِذَا كَانَ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالُهَا. How could you possibly make peace and compromise with a person whose only satisfaction is if Allah takes everything away from you? That is the only thing that will make them happy and satisfied. That is why the hasid will never be pleased with you. The haters, they will never be pleased with you. If you are on the right, if you are on the left, even if you are neutral, they will never be pleased with you. That is why they said, Al-hasad Abu al-Khaba'ith. It is the father of all evil. It makes a person take from the speech what suits their agenda. They take from the speech what only suits their evil agenda, so that they can spread backbiting and slandering and mischief on the face of this earth. It makes a person kadhubab. Have you seen this lowly insect, this despicable insect that everyone looks down on and would rather kill? The fly that only lands on the wounds and on human feces and on the filthiest of things. The hasid is just like the fly. He only looks out for the shortcomings of people. He only sees the worst in people. Does not overlook the faults of others. وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٍ وَلَكِنَّ عَيْنَ الصُّخْتِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَةِ. The eyes that are pleased with someone, they overlook their shortcomings. But the eyes that are filled with hate and hasad, they will only see the worst in you no matter what you do. هذا ليس مقابله المحسود وإنما مقابله الله. This one that sees the worst in people and spreads their shortcomings, you know who he is facing? Not the person that he hates on. He is encountering Allah subhanahu wa ta'ala. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Whoever who sees the faults of believers, Allah will seek his faults. And if Allah seeks his faults, he will expose him even in the privacy of his house. And from the justice of Allah, مِنْ عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَى, from the justice of Allah, that this disease
It harms the person who has it before it harms anybody else. There is no salvation يوم القيامة. There is no salvation يوم القيامة except that we purify our hearts. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. The day when no wealth, no children will benefit anyone, but only one who comes to Allah with a sound heart, with a clean heart. For hatefulness and spitefulness, just like it took out Iblis from Jannah, it condemns a person to hellfire. The Prophet sallallahu alayhi wasallam says, لا يحل لمسلم. It is not lawful for a Muslim أن يهجر أخاه فوق ثلاث, that he should boycott his brother more than 3 days. فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله. That if you boycott your Muslim brother for more than 3 days and you die, you will enter hellfire والعياذ بالله. It's not a simple matter, my brothers. When you hear people have not spoken to each other 10 years, 20 years, نعوذ بالله من ذلك. My brothers, this disease, because of its filth, that is why the people of Akhirah, the people of Jannah, they will be purified before they go to Jannah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Allah will not allow anyone to enter Jannah with this disease. They will have to be purified. And their supplication, رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Oh Allah, do not place, do not make to exist in our hearts hatred for any Muslim. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. My brothers, our religion, it teaches from the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you look at it, you will realize that the aim of his teachings is that people should have clean hearts. He says, if your brother has gone to seek the hand of a woman in marriage, you must not go to the same, not, do not go and knock on that door and seek the same hand of that woman in marriage. If your brother has sold something to someone, do not go behind his back and seek to undercut him. Do not seek to lower the price in order to destroy his business. When there are three people, let not two speak and exclude the third person. And when it comes to prayer fil masjid, he instructs that people should stand close to each other. Do not leave any gaps. Stick your feet together and your shoulders. Don't leave any gaps. عياذا بالله. Today there are people who come to the masjid. هذا يتعذب في المسجد. This one is even tormented inside the masjid. He comes to the masjid and he's looking around. Who's praying where? I don't want to pray next to so-and-so. Wallahi, he deliberately delays until the sufuf have already been formed and the imam has started salah so that he can go to a position that he's far from someone. Wallahi, I have witnessed with my own eyes. Salah has started. Somebody came and was praying next to a person and this person does not like him and he has already started salah. Immediately he realized who had come to pray next to him, he broke his salah and he went to another place. Wallahi, لقد رأيت بأم عيني في داخل المسجد. لماذا جاء إلى المسجد هذا? Why did he come to the masjid in the first place? Look at us today, my brothers. الإسلام في مكان ونحن معاملاتنا تصرفاتنا في مكان آخر. Islam is a religion of perfection. But look at us Muslims, look at our characters.
Everything that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, do not do, that is exactly what we do. Recently, a brother told me that he wanted to buy some land here in South Sea. And he even entered into a deal with the owner. And an amount of deposit was paid in order to secure this transaction. Some Muslim brothers, they went behind his back and they went to this person who's not even a Muslim. And they asked him, how much did he offer you? And he said, 700 million. He said, give him his money back, we'll give you more. A'udhu billah. A'udhu billah. This is what people do in this day and age. And this brother, some years back, he told me that he was supplying gypsum, what they use to make cement. He supplies it to one of the companies in Mombasa, procures it from as far as northeastern in Garissa, and he takes it to Mombasa. And those Hindus, they're not even Muslims, who own this factory. Some Muslim people from our community, I emphasize, they went to this mushrik and they said, how much does he supply you this gypsum for? And he told them, and they said, we'll give it to you at a far lower price. And they successfully drove their brother out of his business. And do you think they succeeded? Wallahi, they did not succeed. And within no time, they were bankrupt. Iyadha billah. This is what we do to each other, day and night. Hasad. Why would he become successful? Ya akhi, anta alladhi qassamta al-arzaq? Are you the one who distributed this? It came from Allah subhanahu wa ta'ala. But unfortunately, this is how we are. Far away from Islam. My brothers, one of the best things that you can prepare, and likewise my sisters, I realize we have sisters too. One of the best things that you can meet Allah subhanahu wa ta'ala with is a clean heart. Who does not know Abu Dujana radiallahu anhu? Abu Dujana, the one who would wear a red headband on his head. The one in the battle of Uhud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he gave him his sword and he said, strike with the sword of Allah and his messenger. Imagine that honor. When death came to Abu Dujana radiallahu anhu arda, he did not remember that he fought in the battle of Uhud. He did not remember that he was given the honor of carrying the sword of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Listen to what he said. إنما أدخره اليوم أني, he says, كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. He says, and he was about to die. He says, the two things that I have prepared to meet Allah with is because I never used to speak about that which does not concern me. And my heart was clean for every Muslim. Wallahi innahu salamatu sadr yuftahu bihi abwabu al-jannati thamaniya. Purifying of the heart is the key to Jannah. One day Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says to the Sahaba, a man from the people of Jannah will enter. And enters a man, a common man. Not Abu Bakr, not Umar, not Uthman, not one of the 10 who were given the glad tidings of Jannah, just a regular person. Twice he gave the same glad tidings and the man comes in. Three times he said it, that a man from the people of Jannah will enter. And the man enters and the water of wudu is dripping from his beard. And one of the Sahaba, he decides, I must discover, why was he given the glad tidings of Jannah three times? And he makes up a story so that he can sleep in his house. And after 3 days, he observed this man, nothing extraordinary about him. He does not pray so much salah. He does not do many ibadah. He's just a regular guy like anybody else. And so this Sahaba said, now listen,
After 3 days, he said, listen, the truth is, on 3 different occasions, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that you are one of the people of Jannah. So tell me, what is it that you do? He said, هو ليس عندي إلا ما قد رأيت. I have no more than what you have witnessed. ليس عندي مزيد الصلاة. I do not have so many salah. Just what the regular Muslim would do. اللهم إني لا أبيت وفي صدري على أحد شيء. Except that when I go to sleep, my heart is clean for everyone. That is what took him to Jannah, my brothers. Sunnatu Salihin, Tariqatul Awliya. Piety is not what you see on the outward. Yes, we can have very beautiful beards. We can wear the best of thawb. We can be praying on the first saf in the masjid. Whoever he sees us, he says, MashaAllah, ليس صلاح المظاهر ولكن صلاح المخابر. Piety is not what you see on the outside. It is what is concealed inside the heart. And that is what will bring about the salvation of a person. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Let this be our philosophy in life. Let them pardon and overlook. Would you not like that Allah should forgive you? And as Imam Ahmad said, وَمَا يَنْفَعُكْ أَنْ يُعَذَّبَكَ أَنْ يُعَذَّبْ أَخُوكَ الْمُسْلِمْ بِسَبَبِكَ. How will it benefit you that Allah should punish your Muslim brother because of you? Let us clean our hearts. Wallahi, these diseases will destroy us unless we rectify our situation. أسأل الله تعالى أن يسل السخيمة من قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصلح أحوالنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل عليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم صن ألسنتنا من الحقد والغيبة والنميمة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. سهلا، وأنت تدري حزنا إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا.